أسعد الله أوقاتكم، قبل الله صيامكم وقيامكم وصالحات أعمالكم. من كم يوم نزلت قناة هندية تقرير، شوفوا. Our next story is a major development in the Gulf, one that could potentially threaten the jobs of Indian expats in Oman. Oman today ordered all state-owned companies to fire expat workers. They want foreigners to be replaced with local Omanis. The order was part of the financial guidelines issued by the government. Oman has 4.6 million residents. About a third of them are expats. The state-owned enterprises employ a major chunk of them. Why should India worry about any of this? طبعا هذا التقرير فيه العديد من المغالطات وأثار موجة غضب، وفي تغريدة مشهورة. أيوة هذه التغريدة، صح أنه اعتذر عنها بعدين وحذفها، بس وراء الأكمة ما وراءها. في البداية خلينا نكون واضحين، الموضوع غير مرتبط بالعنصرية، غير مرتبط بالنظرة الاستعلائية. الموضوع يعتبر الهاجس الأكبر لكل أسرة وبيت في عمان. يا جماعة، موضوع التوظيف مش سهل، الأعداد المتزايدة تشكل هاجس في كل بيت، لكل أسرة، لكل فرد، فالهم واحد. بس خلونا نسترجع الشريط من البداية، إيش اللي وصلنا لهذه الحالة؟ هما نظريتين، الأولى العمانيين ما مال شغل، والثانية مال عمك ما يهمك. قد يزعل البعض من كلامي، بس هذا هو الواقع. احنا عندنا فوبيا من بعضنا البعض، ما نحب نشارك بعضنا البعض. شكلنا قدام الناس أهم من تعاملنا مع بعضنا البعض. قدام العالم الصورة الخارجية احنا شعب متسامح وجميل وكذا وكذا، بس بيننا حيلنا، بيننا احنا اكثر ناس نروج للصورة النمطية السلبية عنا، عن نفسنا. احنا اللي ننشر ان العماني حاسد، احنا لما نتكلم كلمة وكلمتين قلنا ايه مال عمك ما يهمك. هذه هي الحقيقة، ولما طاح الفاس في الراس وبديت الناس تتكلم علينا وبديت تستغل طيبتنا انتبهنا، بس خلاص عاد راحت علينا. أعداد الباحثين عن العمل أكبر من ما يستوعبه أي سوق عمل أصلا. تخيل تريد تسوي إحلال في فترة وجيزة وانت أساسا ما دربت كوادرك، فلازم يضحك عليك أتول. وأعيد وأكرر، الموضوع ما مرتبط بعنصرية، الموضوع مرتبط بحق من حقوق أي إنسان في بلده، وهذا قرار سيادي من حق السلطنة قرر هذا القرار. الوظيفة حق مش طموح، فرق بارك الله فيك. من حقك تتوظف، بس من حق جهة التوظيف إنها تحصل على شخص ذو كفاءة. أنا مع التوجه بالإحلال، بس الكفاءة أولا. ما نغلط نفس الغلطة، ما شغل واسطة، لأن ما دمرنا غير النظرية الثانية مال عمك ما يهمك. الواحد فينا بدون تحديد أول ما يحصل وظيفة قيادية في مؤسسة حكومية، شركة حكومية أو إن شاء الله وزارة، أول حاجة يجيبها المقربين منه، الشلة ماله، بغض النظر ذا اللي يشتغل وما يشتغل، بنظرية مال عمك ما يهمك. وفي النهاية شوفوا شركاتنا الحكومية، خسائر ليوم الخسائر، لأنها نظرية مال عمك ما يهمك يتصرف في المؤسسة الحكومية كأنها شركة أبوه. عفوا الكلام، بس هذه هي الحقيقة. ولما تكلمه يقول لا أنا كفو وأنتوا تحاربوا العماني، إحنا ما نحاربك، بس أثبت لنا أنك جدير بهذا الشيء. وبعدين تعالوا من كمين يوم أشوف واحد مسوي لي بوست في واحدة من مواقع التواصل الاجتماعي، والله احنا نقصد الهنود ما نقصد العرب، الوافدين العرب. هو تعالوا ترى وافد مقيم
ما فيها فرق ترى، هذا هندي، هذا آسيوي، هذا بنغالي، هذا سريلانكي، هذا مصري، هذا ترى وافد. الإحلال لما يمر عليهم كلهم، فلا لا تحاول يعني ترقع لي إياها. في النهاية الإحلال قادم لا محالة، بس نحتاج صدق مع نفسنا. ما يصير تجيب لي واحد من أهلك وربعك وجماعتك وعشيرتك وتمسك منصب بس لأنه عماني، لا كفاءة، لا تعليم، لا شيء، لا أسلوب تعامل، لا قدرة على إدارة. مع الإحلال، مع التعميم، بس مع الكفاءة أيضا. ونقطة أخيرة، هذا الكلام للديناصورات اللي جالسة لحد الحين، ترى من الجيد إنك تشجع أبنائك وأبناء وطنك على العمل، من الجيد إن تمنحهم بعض الثقة، ما جالس تقلل منهم على الرائحة والجاية. ترى في النهاية ما حد بينفع غير أولاد وطنك. تقبل الله صيامكم وقيامكم وصالحات أعمالكم.